تاريخ من الصمود والنضال، تاريخ من التضحية والمقاومة. أينما حلت لا تغيب عنها فلسطين، ترفع صوتها عالياً لتخبر العالم عن حق العودة وحق تقرير المصير. هي المرأة الفلسطينية. فلسطين محفورة في قلبها، وهي تحيا في قلب فلسطين، وكأن القضية رسمت على ملامحها صورتها، فأصبحت نون النسوة مرادفة لنون النضال. حلقة خاصة فلسطين نون النضال مع المؤلفة سوزان أبو الهوى، والممثلة جوليات عواد، والمحامية ديانا بطو. تأتيكم السبت 9 مساء بتوقيت القدس الشريف.